في وقت ما زالت العمليات العسكرية تراوح مكانها بعد تحرير نحو 40 حياً في الجانب الأيسر لمدينة الموصل، لم يتوقف القصف المدفعي العشوائي لتنظيم داعش على الأحياء المحررة، والذي يخلف يومياً عشرات القتلى والجرحى. أحياناً سيارات الإسعاف لا تكفي لنقلهم، الأمر الذي يدفع بالقوات الأمنية إلى استخدام العجلات العسكرية لإيصال المواطنين المصابين وأغلبهم من النساء والأطفال إلى المراكز الصحية. الصبح هو نقض واحد انذبح من هوني لهوني وبغجله، شال وجبي ووجبة الأخ، يمكن هاي عش هاونات من الصبح لمن جينا، هاي هاونات بس علينا. وقع بالسطح الهاون، عاد تنشر الهدوم وقع بالسطح الهاون. اي والله دائما تجيكم هاونات عشوائية؟ والله والله من يوم يعني فات علينا الجيش ما بطلت الهاونات. أنا جاي من حي الأخاء على حيادن، وقع الهاون وتصابنا، وقع يمي. وانتو ويا منو كنتو؟ أنا يا واحد. وهذا الأخ الصغير هو أخوك؟ أخويا. وين أهلكم هنا؟ حي الأخاء. ويدرون أنتم أصبتم بال... يستقبل مركز السماح الصحي في الموصل يوميا نحو 50 جريحا جراء القصف المدفعي العشوائي. رغم محدودية الإمكانيات الطبية والعلاجية في هذا المركز الذي أسس حديثاً لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، ومع صغر مساحته إلا أن العاملين فيه يبذلون كل الجهود بالتعاون مع القوات الأمنية في تقديم العلاجات اللازمة للجرحى والمصابين. محتاجين إلى أطباء أولاً، محتاجين أجهزة الصدمة دي سي، عيجون حالات شوك ام اي جلطات قلبية، وأيضاً أريد دعم من وزارة الصحة إلنا. على الرغم من تأكيد القوات الأمنية العراقية بأنها تعالج مصادر إطلاق قذائف الهاون من قبل داعش على الأحياء المحررة وتعمل جاهدة على وقفه، إلا أن القصف ما زال مستمراً. هسه يعني قلت هاي الحالات يعني بوجود الإسناد الجوي والطيارات، بس هذا رمى عشوائي مرات جاي يصير، والحمد لله والشكر جاي نتلافى هذا الشيء، وهسه جاي يعني وجبات قليلة جاي تجينا. هذا هو المشهد في المراكز الصحية في الموصل. بعد أن ذاقهم داعش مرارة العيش لأكثر من عامين، أصبح المواطنون هدفاً لقصفهم العشوائي. من مركز السماح الصحي في الموصل، حميد زيباري، الحرة.